شكون اللي فيها السلام عليكم. تبارك الله على الطنجاوي اللي دائما كتواكب دائما في يعني مواكبه للاحداث اللي كتوقع في مدينه طنجه. فكيف ما كتشوفوا اليوم كاين واحد اقبال كبير على التوافد ديال طنجاوه والناس اللي كاينين في طنجه على تبرع بالدم في ساحه الامم. وهذا الشيء يعني هذا هو المظنون في المغاربه باش نوقفوا مع بعضياتنا ونوقفوا مع الناس ديال الضحايا ديال الزلزال. احنا في طنجه ما حسيتش به انا بعدا، ولكن كاين الناس اللي حسوا به سيرتو في جهه شارع فاس ساحه المدينه وهذا. فطبيعه الحال احساس صعيب بزاف سيرتو واخا ما وقعناش احنا بحال اللي وقع لنا احنا، لان كتقول تخيل الا كانت داك الشيء ديك الحاله اللي هما فيها نكونوا احنا. فصعيب بزاف، وكاين اللي مشات له عائله كامله بقى بوحدو، وراه صعيب بزاف. وانا كتخيل ولدك هي كتجي السخانه كتنوض كتجري به، فما بالك انك تحس عائله ديالك كامله مشات. فهذا نداء الواحد اللي يقدر يعمل الخير يعملو لو ماكسيموم ويبعد على حاجه ديال الشر لو ماكسيموم. تحيات. اول حاجه كنقدم التعازي ديالنا صاحب الجلاله والشعب المغربي قاطبه بهذا المصاب الجليل ولله الحمد. فهمتي انا كايتها واحد، انا بدي ولد الشعب وولد هاد البلاد هادي ضروري نشارك في هذا. حنا مغاربه معروفين في كي تصابنا شي مصاب جلال بحال هذا راه كنكونوا يد وحده بحال هذا، كنكونوا مع بعضياتنا ضروري. انا اليوم نوض في الصباح شفت مبادره البارح اللي عملت الجمعيه باقي الخير، ولا السلطات المحليه ولا كل شيء، عجبني الحال وانا افتخر. هذا راه خصها تكون ديما في بلاد ديالنا ومعروفه من الشيم ديالنا. حنا كمغاربه كنوقفوا مع بعضياتنا في الوقت الشده، راه كتجبر مالك شعب كل شيء في يد واحده، كاملين يد واحد. جينا الصباح كيف حالي انا وجميع المواطنين اللي كاينين هنايا، جينا باش نعطيو الدم. جبرنا كاين الضغط بزاف، يعني كاين الاقبال بزاف، فهمتي. وحنا انا من هذا المنبر هذا كنطالب من المسؤولين ديال المدينه هذه ولا المندوب ديال الصحه يفتحوا لنا مستوصفات. راه كاينين الناس مسجين بلايص بعيده بحال طنجه باليه، كاين اللي مسجين بلاصه طورو، انا مسجين بنيمه كذا، اللي مسجين برشيفه سيدي ادريس. كنتمنوا المسؤولين ديال المدينه يفتحوا لنا مستوصفات، راه الشعب المغربي كامل باغي يشارك في هذه الملحمه هذه. وإلا احتاجنا سيدنا نحن جنود مجند وراء صاحب الجلاله، وإلا احتاجنا غادي نمشيو لبلاصه ديال منكوبين منا كأيتها رجال القوات المسلحه كنوجه لهم الشكر ديالهم، رجال الوقايه المدنيه، رجال الامن الوطني، كل شيء على كل رئيس على اجهزه ديال الامن على اي حاجه كنشكرهم هذا المنبر. انا كنقدم تعازي لجلاله الملك على حسب ديك الناس مساكن الصراحه قطعونا في القلب ديالنا، الله اللي عالم مساكن اللي مات الله يدخل عليه الرحمه والمغفره، واللي باقي مسكين في الانعاش وهذه الله يشافيه ويعافيه. حنا اليوم جينا نتبرعوا بالدم ديالنا. المشكل دابا كاين ثلاثه المستوصفات في طنجه، كاين غير هنا في ساحه الامم، كاين في مركز الحليب، وكاين في كزنايه، هادو اللي كاينين. صراحه طنجه كبيره، اي واحد بغى يتبرع بالدم ديالو، علاش ما يفتحوش بزاف ديال المستوصفات؟ انت منين جيتي؟ انا جيت من بريمة كذا. شحال تجي كتسني هنايا؟ دابا تقريبا شي ساعه. سعد مكانة وزيادة وأنا كنستنى، صراحة هاد لحنا كاملين بينا بغينا نتبرعوا. حمدتي سودال، محامي بالهيئة طنجة، عضو مؤسس الجمعية ديال جمعية باقي الخير. كانت الفكرة الأولية هي التحقوا بمركز ديال تحقن الدم من أجل تقديم الدعم، ولكن من تبينا أن الشعب متضامن وأن العدد الوافد على المركز عدد كبير، مباشرة تم أمام المركز جات الفكرة ديال لماذا نخلقوا واحد المبادرة في أماكن آخر من أجل تخفيف العبء على المركز. البارح بدينا النشاط تقريبا الساعة السادسة، العدد ديال الوافدين كان كبير بزاف. لولا أن الدعم اللي قدمته السلطات لا لوجستيكيا ولا تنظيميا راه ما كانش ممكن ننظموا ذاك العدد كامل. اضطرينا بمشاورة مع السيد المندوب من أجل حصر العدد.
العدد النهائي اللي كان 235 متبرع، كان يعني الناس اللي ما استطاعوش يعطيو الدم ديالهم بقاو كينتظروا، يعني كان الاضعاف المضاعفه ديال هذا العدد هذا. وكان موعد، ضربنا لهم موعد في هذا اليوم صباحا مع العاشرة صباحا، انطلقت الآن العملية مع العاشرة. كما كتلاحظوا إلا لاحظتوا في الجانب الآخر من الساحة كاين واحد العدد كبير ديال الناس كينتظروا. سلمناهم الأرقام لحد الساعة، دازوا تقريبا ما يناهز 45 او 46 متبرع، ولكن بقي المئات ديال المتبرعين في الجانب الاهم. الاقبال هذا كيدل على الثقافه والوعي ديال الشعب المغربي والثقافه ديال التضامن، وهذا الشيء معروف ماشي جديد، ولكن الاصرار اللي لاحظناه في المواطنين على تقديم الدعم، زعما بصراحه كنوجه تحيه خاصه لساكنه طنجه وعلى الثقافه ديال التضامن اللي ترسخت في هذه المدينه. كذلك ما نساوش بان الجمعيات ديال المجتمع المدني كلها كانت كتقدم بالاطقم ديالها وكتعرض الخدمات ديالها من اجل التعاون في تنظيم هذه المساله هذه. فضلا على ان ملاحظه اخيره، ان بعض الاجانب اللي من جنسيات مختلفه كانوا كيحضروا لهنايا باش حتى هما يتبرعوا بالدم وكيعبروا يعرفوا على التضامن ديالهم مع الشعب المغربي في هذا المصاب الجلل. شكرا جزيلا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.